السلام عليكم، معكم المعلمة مروة من أكاديمية البشائر. اليوم الاثنين 6/4/2020، سنبدأ إن شاء الله بوحدة جديدة من كتاب اللغة العربية للصف الثامن، والوحدة بعنوان غرناطة، وهي الوحدة 13. قلنا عنوان الوحدة غرناطة، وغرناطة اسم مدينة في الأندلس، وعنوان القصيدة في مدخل الحمراء، وهذه القصيدة من كتابات الشاعر نزار قباني. والشاعر نزار قباني شاعر سوري، ولد في دمشق، وله دواوين شعرية. من هذه الدواوين قالت لي السمراء والرسم بالكلمات. أما مناسبة هذه القصيدة، فقد كتب الشاعر نزار هذه القصيدة عندما كان في زيارة إلى إسبانيا، وإسبانيا هي الأندلس، أو تسميتها إسبانيا في العصر الحديث، أما في العصر الإسلامي كانت تسمى بالأندلس. ومدينة إسبانيا فتحها العرب المسلمون في عصر أو في حكم الخلفاء بني أمية، وقاموا ببناء القصور والمساجد في مدينة إسبانيا أو مدينة الأندلس. وهنا التقى الشاعر، عندما ذهب لزيارة مدينة إسبانيا، التقى بفتاة عن طريق الصدفة. وهو يقول أن هذه أو أن التقاء الفتاة عن طريق الصدفة كان جميل، لأنه من غير ترتيب ومن غير ميعاد. وأخذت هذه الفتاة تعرف الشاعر أو ترشده للآثار والأماكن السياحية الموجودة في مدينة إسبانيا. وكانت هذه الفتاة تنسب الآثار والقصور الموجودة في مدينة إسبانيا إلى أجدادها، وتقول أن هذا التراث الموجود في مدينة إسبانيا يعود إلى أجدادها الغرب. وهذا الشيء أثار مشاعر الحزن لدى الشاعر نزار قباني، لأنه يعلم أن هذه الآثار تعود للحكم الأموي وللعصر الإسلامي. فقام بكتابة هذه القصيدة، وجاءت القصيدة في طابع قصصي جميل ومميز. نبدأ بشرح القصيدة في مدخل الحمراء. في مدخل الحمراء كان لقاؤنا، ما أطيب اللقيا بلا ميعاد. أولا المعاني الواردة في هذا البيت: الحمراء هو اسم مدينة في الأندلس، وأطيب معنى أطيب أروع، واللقيا معنى اللقيا اللقاء. يبدأ الشاعر في هذا البيت، أو يبدأ الشاعر قصيدته بذكر مكان اللقاء مع الفتاة الإسبانية، ويقول أنه لقى هذه الفتاة على مدخل قصر الحمراء، ويتعجب الشاعر من طيب هذا اللقاء لأنه من دون ميعاد. البيت الثاني: عيناني سوداواني، في حجريهما تتوالد الأبعاد من أبعادي. المعاني الواردة في هذا البيت: حجريهما، معنى حجريهما أولا مفردها حجر، وهو ما أحاط بالعين ويسمى محجر العين. أما شرح البيت، يصف الشاعر الفتاة الإسبانية التي لقي بها عن طريق الصدفة، ويقول أن عيونها سوداء، وهذه العيون السوداء جميلة، و قامت هذه العيون بإرجاع عجلة التاريخ إلى الوراء. المقصود أن ملامح هذه الفتاة ذكر الشاعر بملامح العرب، وهذا يدل على أن أجداد هذه الفتاة هم من العرب. البيت الثالث: هل أنت إسبانية؟ سألتها، قالت وفي غرناطة ميلادي. المعاني الواردة في هذا البيت:
معنى غرناطة قلنا أنها مدينة في إسبانيا بناها العرب المسلمين. والشرح هنا يتساءل الشاعر ويتعجب ويستغرب عن أصل هذه الفتاة، ويقول لها: هل أنت إسبانية؟ فأجابت مؤكدة: وفي غرناطة ميلادي، أي أنها إسبانية وولدت في غرناطة. وهنا الشاعر يتساءل ويتعجب عن ميلادها لأنها تشبه العرب. البيت الرابع: غرناطة وصحت قرون سبعة في تينك العينين بعد رقادي. المعاني الواردة في هذا البيت: وصحت، معنى صحت، استيقظت، في تينك تين اسم إشارة، رقاد، الرقاد هو النوم. هنا يقول الشاعر: لقد أيقظت عينا الفتاة في الشاعر سبعة قرون مضت من حكم الأمويين للأندلس. بعد كل هذه السنين يستحضر الشاعر أمجاد المسلمين بعد سبات عميق. البيت الخامس: وأمية راياتها مرفوعة وجيادها موصولة بجيادي. أمية، المقصود بأمية هم الأمويين. راياتها، معنى راية هي العلم، وجيادها معنى جياد، أو الجياد هي جمع ومفردها جواد وهو الحصان. هنا يتذكر الشاعر خيول بني أمية وراياتهم المرفوعة حيث فتحوا الأندلس، ويشعر الشاعر بالحزن والأسى على تلك الأيام. البيت السادس: ما أغرب التاريخ كيف أعادني لحفيدة سمراء من أحفادي. المعاني الواردة: أعادني، معنى أعادني، أرجعني، لحفيدة، الحفيد هو ولد الولد. هنا يقول الشاعر: ما أغرب التاريخ والأيام التي أعادته إلى ذكريات أحفادي. فهو يتعجب من التاريخ لأنه رأى في هذه الفتاة السمراء الملامح العربية، والتي ذكرته بملامح العرب، وكأن هذه الفتاة من حفيدات العرب. البيت السابع: ورأيت منزلنا القديم وحجرة كانت بها أمي تمد وسادي. المعاني الواردة في هذا البيت: الحجرة هي الغرفة، كانت بها أمي تمد، معنى تمد، تبسط، وسادي، الوسادة هي المخدة. هنا يقول الشاعر ويقوم بتذكر منزله القديم في دمشق، ويتذكر حينما كانت أمه تمد له الوسادة أو المخدة كي ينام عليها. البيت الثامن: والياسمينة رصعت بنجومها والبركة الذهبية الإنشادي. وهنا أيضا يتذكر بيته ومنزله القديم في دمشق، ويصف لنا شجرة الياسمين المرصعة بالورود والأزهار، وأيضا يصف لنا البركة، وهذه البركة كانت صوت ماءها المتساقط منها يشبه صوت العزف والإنشاد. هنا الصور الفنية في هذا البيت، عندما قال: والياسمينة رصعت بنجومها، شبه زهور الياسمين بالنجوم، وأيضا شبه شجرة الياسمين بثوب مرصع بالجواهر. كما هنا: والبركة الذهبية الإنشاد، شبه البركة بالطيور التي تغني. البيت التاسع والعاشر: ودمشق أين تكون؟ قلت
ترينها في شعرك المنساب نهر سواد، في وجهك العربي في الثغر الذي ما زال مختزنا شموس بلادي. المعاني الواردة في هذين البيتين: المنساب، معنى المنساب المنحدر، ومعنى ثغر الفم. هنا تبدأ الفتاة الإسبانية بسؤاله عن دمشق وعن موقعها، فيجيبها الشاعر ويقول: إن دمشق ماثلة فيك وفي شعرك المنساب كالنهر، وفي وجهك الذي يحمل الملامح العربية، وفي ابتسامتك الدافئة، وهذه الابتسامة الدافئة كشمس بلاد الشاعر. الصورة الفنية الواردة في هذا البيت: صور وجه الفتاة بالمخزن مختزنا شموس بلادي، بالمخزن الذي يحفظ شموس البلاد، والمقصود بشموس البلاد أي تاريخ المسلمين ما زال محفوظا في هذه البلاد. البيت الحادي عشر: سارت معي والشعر يلهث خلفها كسنابل تركت بغير حصاد. المعاني الواردة في هذا البيت: معنى سنابل جمع سنبلة، وهو الجزء الذي يتكون فيه حبوب القمح، وحصاد معنى حصاد ما يقطع من الزرع. يقول الشاعر في هذا البيت أن هذه الفتاة سارت معه لتعرفه على آثار مدينة إسبانيا، وكأن هذه الفتاة مرشد سياحي له، وكان شعر الفتاة وهي تسير كان يركض خلفها مثل السنابل أو سنابل القمح التي تعصف بها الرياح وتحركها. هنا صورة فنية عندما قال الشعر يلهث خلفها، شبه الشعر بالإنسان الذي يركض، كما صور شعرها بالسنابل التي تحركها الرياح. البيت الثاني عشر: يتألق القرط الطويل بجيدها مثل الشموع بليلة الميلاد. المعاني الواردة في هذا البيت: يتألق، معنى يتألق يلمع، القرط هو ما يعلق في شحمة الأذن من ذهب أو فضة، والمقصود به الحلق، بجيدها الجيد هو العنق أو الرقبة. ليلة الميلاد هي ليلة ميلاد عيسى عند النصارى والمسيحيين. هنا يتابع الشاعر في وصفه للفتاة: وقد وضعت قرطا لامعا يتدلى من عنقها مثل الشمعة، أو مثل الشمعة التي تضاء في ليلة عيد الميلاد. هنا يوجد صورة فنية شبه عنق الفتاة الطويل وهي تلبس ذلك القرط بشموع ليلة الميلاد، وكانت شموع ليلة الميلاد بالعادة تكون طويلة. البيت الثالث عشر: الزخرفات أكاد أسمع نبضها، والزركشات على السقوف تنادي. معنى الزخرفات هي جمع زخرفة، وهو فن تزيين الأشياء. أسمع نبضها، النبض هي دقات القلب. الزركشات هي الزينة والزخرفة. في هذا البيت يتأمل الشاعر الزخرفات والزركشات الموجودة على الجدران أو على جدران قصر الحمراء وعلى السقوف، وكانت هذه الزركشات كأنها إنسان تجري فيه الحياة، وكان هذا الإنسان حزين ويصرخ وينادي من تركوه ورحلوا عنه، والمقصود
أن هذه الزركشات عندما رأت الشاعر تذكرت المسلمين والحضارة الإسلامية، فأخذت تنادي عليه ليعود إليها المسلمين. والزركشات والزخرفات كان العرب المسلمين يقومون بتزيين مساجدهم وقصورهم ومنازلهم بالخطوط العربية والفسيفساء، وهذه الزركشات والزخرفات كانت من الفنون الموجودة في ذلك العصر. البيت الرابع عشر، قالت: هنا الحمراء زهو جدودنا، فاقرأ على جدرانها أمجادي. المعاني الواردة في هذا البيت: زهو معنى زهو فخر، أمجادي هو أمجادي جمع مجد، وهو النبل والشرف. هنا الفتاة تعرف الشاعر على قصر الحمراء، وتقول أن هذا القصر هو مجد لأجدادي الموجودة في جدرانه ونقوشاته، وتنسب هذا البناء وهذا المجد لأجدادها. البيت الخامس عشر، يقول الشاعر: أمجادها ومسحت جرحا نازفا ومسحت جرحا ثانيا بفؤادي. المعاني الواردة: نازفا، الجرح النازف يعني يسيل منه الدم. هنا يستغرب الشاعر من الفتاة كيف نسيت هذا المجد، أو كيف نسبت هذا المجد إلى أجدادها، فأثارت في فؤاد الشاعر الحزن والجروح، لأن هذا أو هذه الأمجاد تعود للعرب وليست للغرب، وأثارت في نفس الشاعر حزنين: الحزن الأول إنكار الفتاة والغرب بشكل عام للحضارة العربية الإسلامية ودور هذه الحضارة في بناء حضارتهم، أما الجرح الثاني فهو خروج المسلمين من الأندلس. البيت السادس عشر، يا ليت وارثتي الجميلة أدركت أن الذين عانتهم أجدادي. هنا المعاني الواردة في هذا البيت: وارثتي معنى وارثتي أو وارث، الوارث هو أحد أقرباء الميت الذين لهم حق في تركته، أدركت عرفت. يقول الشاعر ويتمنى لو أن الفتاة علمت وأدركت أن الذين قصدتهم هم أجداد العرب أصحاب الحضارة الإسلامية في الأندلس، يعني هذه الحضارة الموجودة في الأندلس تعود للعرب وليس لأجدادها كما تقول. البيت السابع عشر، عانقت فيها عندما ودعتها رجلا يسمى طارقة بن زياد. المعاني الواردة في هذا البيت: عانقت ضممت. الشرح يقول الشاعر: حين ودع الشاعر المكان شعر بأنه يعانق طارق بن زياد فاتح الأندلس، كدليل على عروبة أجداد هذه الفتاة. الأفكار الواردة في هذه القصيدة: البيت الأول والثاني لقاء الشاعر بالفتاة ووصفه إياها، أما البيت الثالث إلى البيت السادس استحضار الشاعر أمجاد العرب في الأندلس، والبيتين السابع والثامن استحضار الشاعر ذكريات دمشق أو ذكرياته في دمشق، التاسع والعاشر حوار بين الشاعر والفتاة الإسبانية. هنا جرى حوار بين الشاعر والفتاة الإسبانية. البيت الحادي عشر والثاني عشر وصف الشاعر للفتاة وقرطها وجيدها. البيت الثالث عشر والرابع عشر تحدث عن افتخار الفتاة بأجدادها. البيت الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر حزن الشاعر وحسرته على أمجاد العرب في الأندلس.